السلام عليكم شباب. المحاضرة اللي فاتت تكلمنا احنا بيها على ال if statement. خليني اشغل لكم الملزمة، افتح لكم اياها. تكلمنا احنا على الـ if statement، وقلنا الـ if statement بيها اكثر من نوعية. بعدين تكلمنا على الـ loops، وبعدين نهاية المحاضرة مالتي باستخدام الـ nested loop مع الـ nested if statement. خلينا نشوف المحاضرة، اشغلها. تمام، هذه ملزمة الـ loop. احنا عدنا على او نتكلم اليوم على السلكت كيس، اللي هو الجزء الثاني من ملزمة الوركينج اند ديسيجنز. تكلمنا احنا على الاف ستيتمنت الاولى والنوعيه الثانيه والنوعيه الثالثه. اليوم نجي نتكلم على السلكت كيس. السلكت كيس هي مشابهه لمن للاف ستيتمنت، يعني نفس الحاله بيها شروط، وانا انفذ الشروط مالتي حاري حال الاف ستيتمنت، بس كتابه الكود مالته تختلف. اذا خليني افتح البرنامج واسوي مثال باستخدام الاف ستيتمنت، بعدين راح احول المثال للسلكت كيس واشوف النتائج نفس النتائج. مايكروسوفت فيجوال ستوديو. ولا نيو بروجكت، بعدين ويندوز فورم ابلكيشن، وراح تفتح عندي صفحة الفيجوال بيسك. راح انزل بوتون بسيطة، هذه البوتون، وراح انزل تكست بوكس 1 وتكست بوكس 2. ديزاين جدا بسيط، راح اضللهم كلهم تطليله واحده، وراح اجي اغير خاصيه الفونت الهن ثلاثتهم واعطي حجم كبير، نقول له مثلا بولد. طبعا انا دائما بالامثله مالتي اغير حجم الخط ليش حتى يكون واضح اثناء التنفيذ. بعدين راح اضغط ضغطة واحدة على البوتون، ومن خاصية التكست راح اغير الاسم مالتها من بوتون 1، شوفوا هذا مكان خاصية التكست، الى select case. او بالبداية خلينا نسوي if statement. بعدين المثال اللي بعده راح اغيرها من select case. البرنامج اللي راح اسويه برنامج جدا بسيط، اللي هو راح ياخذ الاف ستيتمنت ويشيك لي رقم معين. اذا كان هذا الرقم اكبر او يساوي 50 راح يطبع لي باس ناجح، واذا اصغر من 50 راح يطبع لي شنو؟ راح يطبع لي فيل راسب. اذا راح يسوي شرط، اذا اكبر من 50 او يساوي 50 ياخذ شنو؟ باس ناجح، واذا اقل راح ياخذ فيل. طبعا اول شيء راح اسويه بيمن، راح اسويه بال select case، او العفو بال if statement. راح اقول له dim، اي متغير dim، اي متغير وليكن مثلا s as byte. ليش استخدمت byte؟ لان انا عندي درجات من الصفر لل 255، لهذا السبب انا اختاريت بايت، لان انا الدرجات راح تكون عندي من 0 لل 100 اللي هي درجات النجاح. بعدين اقول له الاس تساوي val اللي هي مختصر لفاليو تكست بوكس 1 دوت تكست. سد القوس مالتي، بعدين اجي اقول له اذا اف
الاس هي اكبر او تساوي 50 ذين ليست بوكس 1 او العفو مو ليست بوكس، احنا عندنا تيكست تيكست بوكس 1 2 مو 1 لان ال 1 راح تدخل بيها درجه والتيكست بوكس الثاني راح يطلع بيها تقييم الدرجه دوت تيكست يساوي لي باس. اذا الاف ستيتمنت هي اكبر او يساوي لنا 50 راح يكتب لي باس، بعدين اقول له ايلس تي اكس بوكس 2 دوت تي اكس يساوي لي فيل. تمام طلاب راح اوقف التسجيل شوية، جاني اتصال شوية ضروري. تمام اذا سويت متغير سميته اس، وهذا المتغير من نوع بايت لان انا راح اتعامل ويا ارقام والارقام تبدا من الصفر للمية، اذا ضمن الرينج مال البايت اللي هو من الصفر للميتين وخمسة وخمسين، وبعدين راح ادخل الرقم مالتي بالتيكس بوكس 1 وراح يتحول عندي وين للاس، بعدين اجي اشيك على الاس. اذا الاس الدرجة او الرقم اللي مكتوب به هو اكبر او يساوي 50 اطبع لي بالتيكست بوكس 2 اطبع لي باس معناته ناجح، ايلس عكس هذا الشيء اطبع لي شنو فيل. هذا باستخدام الاف ستيتمنت. خليني انفذ البرنامج واشوف تنفيذ مالتي. اذا ضغطت هنا او كتبت 60 راح يطلع لي باس، واذا قلت له 33 راح يطلع لي فيل، واذا قلت له 50 راح يطبع لي باس. ليش؟ حسب الشرط مالتي اكبر او يساوي لنا 50. ثواني شباب التنفيذ مالتي من اجي انفذ راح يطلع عندي باس، ومن اعطي رقم مثلا 90 راح يطلع لي باس، ومن اعطي رقم اقل من 50 راح يعطيني شنو فيل. هذه باستخدام الاف ستيتمنت. زين اذا اريد احول الاف ستيتمنت اللي اخذناه سابقا واكتب نفس البرنامج بس باستخدام السلكت كيس ما عنده مشكلة، راح امسح الاف ستيتمنت كلها ابقي. صح وصل شلون اعرف الدرجة جوا ال 50 وطي فيل؟ منو اللي وياي؟ محمد. محمد قاسم. محمد قاسم حاضر المحاضرات اللي فاتت؟ اي حاضرها. تمام تعرف شلون الاف ستيتمنت تشتغل؟ ما مراجح ما اتذكر. خلاص لعد من تراجعهن راح تعرف شلون تشتغل الاف ستيتمنت. اوكي طلاب الاف ستيتمنت بيها ثلاث نوعيات، النوعية الأولى اللي بيها شرط واحد فقط، الشرط إذا تحقق عندي راح ينفذ لي شيء معين، وإذا ما تحقق ما راح يسوي أي شيء، اللي هي النوعية الأولى. النوعية الثانية اللي بيها شرطين، إذا تحقق الشرط مالتي راح يسوي لي شيء معين، وإذا ما تحقق الشرط مالتي راح يسوي الشيء المعاكس للشرط. إذا بهذا المثال مالتي هنا راح يجي راح يشوف الدرجة اللي أنا منزلها وين بالتيكس بوكس الأولى، هذا مو التيكس بوكس الأولى، راح أنزل درجة مثلا 77، هذه التيكست راح تاخذ الدرجة هذه التيكست 1 وراح تخليها وين بالأس، وبعدين أجي أشيك على الأس. إذا الأس هي أكبر أو تساوي لنا 50، إذا هذه الدرجة هي أكبر أو تساوي لنا 50 اطبع لي باس، اطبع لي بالتيكست بوكس الثانية باس. عكس هذا الشيء معناتها الدرجة مو من ضمن الرينج مالتي أو مو من ضمن الشرط مالتي، اطبع لي شنو؟ اطبع لي فيل. إذا إذا الدرجة بين قوسين أصغر من 50 راح يطبع لي فيل، فقط بهذه الحالة يطبع لي فيل. ليش؟ لأن أنا قايل له من 50 وفوق،
من 50 وفوق قايل للأس إذا أكبر أو تساوينا 50، يعني من 50 وأنت صاعد أي درجة أكتبها يطلع لي شنو؟ يطلع لي باس. الإيلس راح ياخذ عكس هذا الشرط. شنو معناتها؟ معناتها من 49 ودون الطي شنو؟ الطي فيها. ما أعرف يعني أنا هذا الشيء شرحته بالمحاضرة السابقة، المفروض أنت ما عندكم معلومة. حالياً السبعة وسبعين هي ضمن الشرط الأول، مو صحيح؟ الأس أكبر أو تساوي 50، إذن هي أكبر. الأس اللي هي 77 هي أكبر منين؟ أكبر من 50، إذن المفروض يطلع لي شنو؟ باس. طلع لي باس، ليش؟ لأن يتحقق الشرط عندي. بس إذا أجي أعطي درجة ما تحقق للشرط اللي هي 21، 21 هي ما تحقق للشرط، الشرط يقول من 50 وصاعد، الواحد وعشرين هي أصغر من 50، إذن راح يتنفذ لي شنو؟ الشيء المعاكس اللي هو الإيلس، راح يطلع لي فيل. إذن إذا تحقق الشرط عندي راح يطلع لي شنو؟ باس. يطبع لي بالتكست بوكس الثانية اللي هي هذه، يطبع لي باس. وإذا ما تحقق الشرط عندي، يعني الدرجة هي أصغر من 50، أصغر من 50 ما تحقق لي الشرط، إذن راح ياخذ شنو؟ الشيء المعاكس. الإيلس معناتها الشيء المعاكس للشرط. إذا شرط تحقق عندي اعطيني باس، إذا شرط ما تحقق عندي اعطيني الشيء المعاكس إله اللي هو شنو؟ اللي هو فيل. إذن الواحد وعشرين ما تحقق للشرط، لهذا السبب اعطتني شنو؟ اعطتني فيل. محمد واضحة؟ واضحة المعلومة أبو جاسم؟ محمد قاسم؟ نعم أستاذ. تمام، وصلت الفكرة محمد قاسم. إذا طلاب، الفائدة من الإف ستيتمنت والسلكت كيس هي عندي شروط، هذه الشروط إذا تحققت سوي لي شيء معين، وإذا ما تحققت سوي لي الشيء المعاكس المن للشرط الأول. يعني هسه خلينا ناخذ شنو السلكت كيس، وراح ناخذ شيء مشابه لهذا المثال بالضبط، بس بمكان الاف ستيتمنت راح اخذ السلكت كيس، والسلكت كيس هي نفس الاف ستيتمنت بس كتابة الكود مالتها تختلف. راح اجي اقول له dim الاس as byte، بعدين قلت له شكو درجة تكتبها بالتكست بوكس الاولى انقلها خلي لياها بالاس، وبمكان ما اقول له statement للاس راح اقول له select case الاس، اختار للاس وانزل لي جوا. شوف من اقول له انزل لي جوا بالاف ستيتمنت كان يكتب لي اند اف ستيتمنت، هنا قام يكتب لي شنو؟ قام يكتب لي اند سيلكت. اذا هنا عندي اختلاف، بمكان اند اف ستيتمنت هنا اند سيلكت. الشرط الاول مالتي اذا كيس از اكبر او يساوي 50، انزل لي جوا راح اقول له تيكست بوكس 2 دوت تيكست اطبع لي باس او ناجح، خلينا نكتب ناجح بالعربي، ناجح حتى الفكرة تكون واضحة. بالاف ستيتمنت عندي ايلس اللي تعطيني الشرط المعاكس للشرط الاول، هناش عندي، هنا عندي else case او case else اعطيني text books 2.txt يساوي لي راسب. اذا الدرجة هي اكبر او تساوي 50 اطبع لي ناجح، وإذا مو أكبر أو تساوي لنا 50 إذن أكيد هو راسب.
درجة راح تكون أقل من 50. إذا مو أكبر من 50 فهي أكيد أقل من 50، راح يطلع لي شنو راسب. إذا الكيس إلس ياخذ لي شنو الشيء المعاكس للشرط، راح أجي أنفذ. طي تنفيذ، إذا أجيت طيت هنا 77 المفروض يعطيني باس ناجح، إذا باس معناته ناجح. إذا أجيت هنا طيت 21 المفروض يعطيني راسب أو فيل، أعطاني راسب. إذا طيت هنا 10 راح يعطيني راسب، وإذا طيت 90 راح يعطيني شنو ناجح، وهكذا. إذا الفكرة من select case هي مشابهة لفكرة if statement، بس الاختلاف وين؟ الاختلاف فقط بكتابة الكود، يعني عملية decisions اللي هي القرارات مشابهة بال if statement ومشابهة وين؟ بال select case. خلينا ناخذ مثال اللي هو مشابه لمثال الدرجات اللي اخذناه بالاف ستيتمنت. تذكرون من اخذنا مثال قلنا اذا الدرجه اكبر من 90 يعطيني مثلا ممتاز او اكسلنت، اذا الدرجه اكبر من 80 يعطيني فيري جود، اذا الدرجه اكبر من 70 يعطيني جود، اذا الدرجه اكبر من 60 يعطيني افريج، واذا الدرجه اكبر من 50 يعطيني باس. هذا المثال احنا اخذناه وين؟ بالإف ستيتمنت. خلينا نطبق هذا المثال وين؟ بالسلكت كيس، حتى نشوف انه المثال يتنفذ بالإف ستيتمنت وبالسلكت كيس. ليش؟ لان الاثنين هن تابعات للديسيجنز للقرارات. نجي نقول له كيس او سلكت select case المن للاس. طبعا هنا اقدر اعطي اس او اقدر اعطي متغير ثاني، خليه يكون مثلا اي، نغير بمكان الاس نخليه اي، خلينا شوية نغير تفاصيل. اذا select case الاي وانزل لي جوا. اول ما نزلت لي جوا قلت له انتر، راسا نزل لي انت كيس. شو راح اقول له؟ الكيس الأولى، إذا الكيس الأولى إذا الدرجة اللي هي الأي، إذا الدرجة اللي هي الأي من 90 تو 100، انزل لي جوا أو اطبع لي تيكست textbooks2 dot text يساوي لي نقول مثلا excellent او ممتاز، خلينا نكتب بالعربي حتى تكون فكرة واضحة، ممتاز. بعدين اذا الدرجة مالتي الكيس من 80 تو 89، اي انا ما اكتب كيس اف، لا هنا عندي اكثر من شرط، هنا راح ادخل اني الى نيستد كيس. نيستد كيس مثل النيستد اف ستيتمنت، هنا اني مو عندي اف ستيتمنت بها اكثر من شرط، هنا عندي هم كذلك سلكت كيس بها اكثر من شرط. يعني هذا الشيء مو نفس المثال اللي قبل، المثال اللي قبل عندي فقط شرطين، هنا لا عندي شروط هواي. هسه راح نكتب الالس وين نكتب، هسه نشوف وين نكتب هالالس. خلينا نكمل المثال وراح نشوف وين نكتب الالس. الالس دائما تاخذ لي عكس الشروط اللي موجوده عندي، يعني اذا الشروط هذين ما تحققن راح تاخذ لي شنو الكيس الس. بالنسبه للاف ستيتمنت اذا الشروط ما تحققت راح تاخذ لي الالس، يعني نفس الشيء. خلينا نشوف المثال مالتنا، قلت له كيس من 80 لل 89 تيكست بوكس 2 دوت تيكست راح يعطيني
جيد جدا جيد جدا. بعدين راح انزل لي جوا، راح اقول لك كيس من 70 تو 79 تكست بوكس 2 دوت تكست، راح يعطيني جيد جيد. اوكي بعدين راح اقول لك طبعا حتى هسه بعد ما مستخدم الكيس ايلس، ليش؟ لان انا عندي بعد شروط، اخر شرط هو الكيس ايلس، كيس ايلس او كيس الدرجة من 60 تو 69 then تكست بوكس 2 دوت تكست تساوي لي متوسط، نقول عليها اللي هي الافريج. وبعدين كيس من 50 تو 59 زلي جوا تيكس بوكس 2 دوت تيكس يساوي لي شو نقول عليه، مقبول او باس. وبعدين عندي شنو الشرط الاخير اللي هو شرط الرسوب، راح اقول لك كيس سهلة بس بكتب عليها ايلس. حمراء أو فهد. تمام شنو؟ سهلة بس بكتب عليها اسم حمراء أو فهد. تمام ليش ليش تمام تمام خلينا نكمل ليش شباب شباب، خلينا نكمل بدون زحمة، يعني خلينا نكمل. إذن التكست بوكس 2 دوت تكست راح شو يسوي لي؟ راح يسوي لي الرسوب. اوكي محمد قاسم ركز وياي، هنا عند الشرط الاخير اللي هو شرط الرسوب، اذا الدرجة مالتي ما محصورة ضمن هذا الرينج ولا محصورة ضمن هذا الرينج ولا محصورة ضمن هذا الرينج ولا الدرجة محصورة ضمن هذا الرينج ولا محصورة ضمن هذا الرينج، اذا هي اكيد محصورة بين من؟ بين الصفر والتسعة واربعين اللي هو الشرط الاخير. يعني ذن الشروط اذا كلهن ما تنفذن عندي راح يتنفذ يا شرط اللي هو الشرط الاخير اللي هو الكيس ايلس اللي هو درجة الرسوب. خليني اجي انفذ هذا المثال حتى تكون عندنا الفكرة واضحة. هنا اذا اجي اعطيه مثلا درجة 66، الستة وستين هي محصورة ضمن من؟ ضمن هذا الرينج من 60 لل 69، المفروض يطلع لي شنو؟ يطلع لي متوسط، طلع لي متوسط. هنشوف درجة ثانية، مثلا نختار 75، 75 هي محصورة بين 70 وبين 79، اذا المفروض يطلع لي جيد، طلع لي جيد. زين خلينا نشوف مثلا 44، 44 هي محصورة بين 90 والمية؟ لا، هي محصورة بين 80 والتسعين، 89؟ لا، بين 70 وبين 79؟ لا، بين 60 وبين 69؟ لا، بين 50 وبين 59؟ لا. إذن هذن الشروط كلهن ما ينفذن أو ما ياخذن 44. إذن يا شرط اللي ياخذ 44 اللي هو الشرط الأخير اللي هو كيس إيلس، راح ياخذ شنو؟ راح ياخذ 40، 44، إذن يطلع لي رسوب. أتمنى الفكرة صارت واضحة لكم، أنه أني أي رقم راح أدخله بهذا المكان راح ينتقل وين؟ للأس، والأس يصير عليه للأي العفو، والأي راح يصير عليها عملية سلكت، اختاريت الأي، إذا الأي محصورة من هذا الرقم لهذا الرقم اكتب لي ممتاز، وإذا الأي محصورة من هذا إلى هذا اكتب لي جيد جدا، وهكذا بالنسبة للبقية. إذا ما تنفذ عندي كل هذه الشروط
راح ياخذ يا شرط الشرط الأخير اللي هو الكيس ايرز ياخذ لي اياه. إذن ال 99 راح تكون ضمن من؟ ضمن الرينج اللي هو يطلع لي ممتاز. وأضغط على البوتون راح يطلع لي شنو؟ راح يطلع لي ممتاز. وصلت الفكرة شباب لو لا؟ محمد قاسم وصلت الفكرة، نفس الـ if statement مال نفس else if. الاف ستيتمنت بالضبط، نفس الاف ستيتمنت، بس هناك بالاف ستيتمنت اكتبها، هنا اكتبها بالسلكت كيس، ماكو اي فرق. انه اهم شيء نعرف شلون نكتب الكود مالتنا بالنسبة للنتيجة، هي نفس النتيجة اذا كتبت بالاف ستيتمنت او اذا كتبت بالسلكت كيس، نفس النتيجة راح تطلع عندي. بس عملية الكتابة بالنسبة للإف ستيتمنت تختلف عن من؟ على السلكت كيس. يعني مثلا هذا المثال إذا أريد أحوله للإف ستيتمنت وإحنا ماخذينه سابقا، راح أجي أقول له هنا هذه راح أمسحها. ركزوا وياي، إيش راح أمسح؟ راح أمسح السلكت كيس. وش راح أقول له؟ راح أقول له إف إذا الـ A أكبر أو تساوي 90 اطبع لي ممتاز. زين، اطبع لي ممتاز. هنا ايش راح أقول له؟ راح أقول له else if. ليش؟ لأن راح أدخل if statement ثانية. إذا الـ A أكبر أو تساوي 80 زين، اطبع لي شنو؟ جيد جدا. وبعدين طبعا زين، وبعدين هنا ايش راح اقول له؟ راح اقول له else if اذا ال a اكبر او تساوي 70 then اطبع لي شنو؟ اطبع لي جيد. وبعدين هنا هم كذلك else if اذا ال a اكبر او تساوي 60 then اطبع لي متوسط. وبعدين راح اقول له هنا else if إذا ال A أكبر أو تساوي لنا 50 then اطبع لي مقبول. وبعدين هنا ايش راح أقول له؟ راح أقول له بمكان كيس else راح أقول له فقط else، لأن ال if statement ما بيها كيس. وهنا عد النهاية بمكان ما and select راح أقول له and if. هنا المثال مال تتحول من select case لل if statement. خليني أجي أنفذ وأشوف. إذا أعطيته 99 المفروض يطلع لي ممتاز، وإذا أعطيته 21 المفروض يطلع لي رسوب أو الرسوب، وإذا أعطيته 66 المفروض يطلع لي متوسط. إذن هو نفس المثال مالتي، ما عندي أي فرق بيه، بس كتابة الكود بالإف ستيتمنت تختلف عن كتابة الكود بمن؟ بالسلكت كيس. ممكن بالامتحانات اجيب لك مثال بالاف ستيتمنت واقول لك هذا المثال حول لي اياه للسلكت كيس، او اجيب لك مثال بالسلكت كيس واقول لك حول لي اياه للاف ستيتمنت. اوكي زين، المثال اللي قبل هذا المثال خليني ارجع لورا عنده. شوف راح اغير عنده على السريع، راح يرجع عندي برنامج السلكت كيس. شلون قاعد يرجع عندي؟ قاعد ارجع لي ورا للخلف، رجع عند المثال مالتي المن للسلكت كيس. زين، اذا اجيت هنا انا وطيته درجة، مثلا اجيت اطيته 110، ايش راح يطلع لي؟ ممتاز. البقية ايش راح يقولون؟ محمد قاسم يقول ممتاز. ممتاز يطلع احمد دكتور. حسن يقول ممتاز. والبقية؟ يعني احنا ما حاصرين هالقيمة. شلون ما حاصرينها؟ انا مو قايل من 90% اعطيني ممتاز. زين، 110 هي ضمن هذا الشرط؟ يعني ما راح يطلع شيء، ما راح يشتغل. ها شباب، يطلع استاذ ممتاز، يطلع ديك المحاضرة قلت اعتقد. وش ما يطلع؟ ممتاز. لا ما يطلع، كل شيء ما يطلع. طلاب طلاب، اكتب عليه، اكتب عليه.
باوع للكود مالتي المية وعشرة ضمن يا محدد رينج من هذه الرينج اللي موجود عندي، ضمن هذا الرينج ولا رينج؟ لا، ضمن هذا لا، ضمن هذا لا، ضمن هذا لا، ضمن هذا لا، ضمن هذا. ركزوا هنا. اي ضمن ضمن دكتور. لا استاذ، يمكن انت قلت من 90 فما فوق يكتب ممتاز، بس هسه انت محدده برقم. تفو عليه ضمنه صحيح، لان انت قايل العدد اني اي رقم تنطي عدا هنا راح ينطي. تمام رسول. تمام. اذا هسه وصلت الفكره عندكم. انا هناش قايل له، قايل له اذا الشرط من 90 الى 100 اكتب لي ممتاز، واذا من 80 ل 89 اكتب لي جيد جدا، واذا من ال 60 او ال 70 او ال 50 اكتب لي كل وحده مقابلها الشرط مالتها. عدا هذه الارقام، عدا هذه الارقام اطبع لي شنو؟ اطبع لي رسوب. اذا ممكن الرقم يكون اكثر من 100، اذا هم راح يطبع رسوب. وممكن الرقم يكون اقل من 50، هم راح يطبع لي رسوب. يعني هنا اني خليني امسح الرسوب، خليني اجي هنا اقول له مثلا 122. 122 ما تتطبق على اي شرط من هذه الشروط عدا الايلس. الايلس راح يطبقها. ليش؟ لان قايل لاني بالمثال مالتي اذا هذن يكونهن متنفذن عندي اخذ رأسة شنو؟ الشرط الاخير. يعني الشرط الاخير انا ما قايل له شرط هو من 40، من 49 ونازل. قايل له انا من 49 ونازل؟ لا، قايل كل الارقام عدا من؟ عدا هذه الارقام اللي محصورات بالشروط اللي فوقها. اذا من اجي هنا 22 راح يطلع لي رسوب. قاعد توصل الفكره لو لا شباب؟ نعم دكتور سهل. وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. الفكرة من عدها انه اني هنا محدد الارقام من فلان رقم لفلان رقم، بس الايلس اني ما محددها. معناته اي رقم اطي اذا كان اكبر من 100 او اصغر من 50 كله راح ياخذ شنو؟ راح ياخذ الايلس، راح يطلع لي رسوب. زين، بهذه الحالة شلون راح احل هاي المشكلة؟ أريد يكون من أطي درجة أكبر من 100، أكبر من 100. طب هو وياي أكبر من 100 مو 100. هنا إذا أعطيته 100 راح يطلع لي ممتاز. هذه 100 راح يطلع لي ممتاز. أنا قاعد أقول إذا أعطيته درجة أكبر من 100 راح يطلع لي مثلا out of degree أو out of marks، وإذا أعطيته درجة أقل من 50 راح يطلع لي رسوب. يعني لازم شنو؟ لازم أضيف شرط جديد، صح؟ عندي طريقتين حتى أضيف الشرط الجديد حسب هذا المثال. حسب هذا المثال عندي طريقتين حتى أضيف شرط جديد. أوكي، هذا راح يبقى عليكم واجب بيتي. اريد المحاضره القادمه، اوكي استلموا لي، وراح اسوي لكم مهمه على الكلاس روم ترفعون بيها الجواب مالتكم. الجواب يكون عن طريق ملف وورد او بي دي اف او صور. اوكي، اما تنفذون وتاخذون صوره استاذ بس عيد الحل بالانترنت ما واضح يمي، او تكتبونه بالوورد. اعيد حاليا انا من اكتب 100 راح يطلع لي ممتاز، ومن اكتب 80 او 88 راح يطلع لي جيد جدا، ومن اكتب 44 راح يطلع لي رسوب، مو صح؟ هذا الشيء صحيح. بس من اجيت هنا اعطيته 120 راح يطلع لي هم رسوب. هذا الشيء انا ما اريده. اريد يكون من اعطي درجه. هذا الهوم ورك مالتكم على هذا المثال، مو على الاف ستيتمنت. ما اريد واحد يحل بالاف ستيتمنت، لان الاف ستيتمنت احنا حليناه ما عندنا مشكله بيه. على هذا المثال اريدكم من تطون درجه اكبر من 100 يكتب لي جوا مثلا درجه خارج النطاق بالعربي، او يكتب بالانجليزي out of marks،
أو out of range ما عندي مشكلة. المهم أنه أنا من أطي درجة أكبر من 100 يعطيني out of marks أو خارج النطاق، ومن أطي درجة أقل من 40 أقل من 50 راح يطبع لي رسوب. مو لي جوة الطي مثلا إذا أجيت هنا أطي مثلا 33 هم يطلع لي هنا لي جوة خارج النطاق، لا، ل 33 ضمن النطاق درجة رسوب. إذن هنا أنا لازم أضيف شرط المن للمثال مالتي، عند طيقتين حتى أضيف هذا الشرط طيقتين، أريدكم تفكروا لي بيها وتحلوا ليها، أما تحلونها بالبرنامج وتطقون صور وتنزلوا ليها دزوا ليها، أو تكتبوا ليها كتابة يد وتدزوا ليها، أو سووا ليها على شكل ملف بي دي اف، أو سووا ليها على شكل ملف وورد. وأنا راح أسوي لكم مهمة على الكلاس روم مالتكم، هذا الكلاس روم شلون هذه المهمات، شوف تسليم الواجب يوم الثلاثاء الساعة 3 عصرا، طبعا هذا مو لكم هذا الغير قسم، هم نفس الحالة راح أسوي لكم إياه، من تضغطون عليه راح يطلع لكم لينك، ومن عنده ترفعون شنو، ترفعون الإجابات مالتكم. هذا الشيء راح يكون وين موجود، موجود على الكلاس مالتكم اللي هو هذا الكلاس، شوفونه راح تلقون مهمة موجودة هنا تضغطون عليها، شلون هذا هنا عند اللينك مال جوجل ميت، هم كذلك راح تلقون لينك دكتور على الاسبوع الجاي. نعم دكتور، نعرف. نعم على الاسبوع القادم اللي هو يوم الاحد، يوم الاحد ان شاء الله عندكم هذا نقدر نقول عليه واجب بيتي. اوكي شباب المحاضرة انا وقفتها، بعد يوم ما وقفها